الفنان النجم محمود عبد العزيز، لو حضرتك طالع في رحلة شاقة جدا ومميتة ومتعبة وفيها مفاجآت غير سارة، يعني رحلة بشعة، تاخد مين من الوسط الفني ولازم تختار ثلاثة؟ ياخدهم يأذيهم يعني؟ لا، هو طالع معاهم الرحلة دي، رحلة شاقة جدا ومتعبة للغاية وفيها مفاجآت غير سارة، يعني فيها رعب وفيها قلق وفيها عرق وفيها مواقف فظيعة، تاخد مين من الوسط؟ ليلة سودة يعني؟ لا أبو السباع أنت معايا على طول. آخد أبو السباع. ناخد مين تاني أبو السباع؟ جاتنا بقى. لا دولك من لا رحلة، ما بيقول لك رحلة صعبة وفي حاجات مميتة. اخد ابو السباع، واخد معايا علي عبد الخالق، وانا اخد معانا محمود ابو زيد. ده بعد اذنك، ده كلهم مخرجين عشان لا لا مش كلهم يخرجوك من ورا. لا لا، لان انا ومدحت تقريبا نفس الصفات. علي من النوع الهادي شويه، ايه يفكر معانا ومطابق كده. محمود ابو زيد بقى الحكمه بقى، وراجل مؤلف وسيناريست، راي النهائي بقى، خلاصه ويقدر يكتب ويقدر يكتب ويروق المسائل ويصهلج الفكره. ممكن جدا. ويا ريت طبعا كان يسعدني كنت اخد معاه كمان الشيخ سيد بكاوي، بس ما بحبش اتعبه بقى عشان الرحله تتعبه زي ما انت بتقول. شقه جدا، خليها للرحله اللي بعديها. طيب بمناسبه استاذنا سيد مكاوي، طبعا ده يفكرنا على طول بالاغاني، ايه رايكم لو نطلع من مود الاسئله الجاده جدا؟ اسئله خفيفه بقى، هتبقى اسئله شبابيه، هتبقى هي مسرحيه، فزوره موسيقيه. نقول الاستاذ مجدي الحسيني هيعزف لنا مقطوعه اغنيه، بس هيغير لنا ملامحها تماما، يعني ملامح الاغنيه هتبقى متغيره، هي هتبقى اغنيه معروفه وبعد كده هم غير ملامح. لا هيعملها بشكل اوركسترالي، يعني سيمفوني. حد بيقدر حد بيشوه ملامح؟ لا مش هيبقى بتشويه طبعا، هيبقى يعني مثلا يصعبوها علينا، توضيح ملامح. ايوه عشان يصعبوها ملامح، عشان يعني ايه العادي العادي انت يا شاي ما تعرفش. ايه رايك يا استاذ مجدي بصرف النظر عن الغناء؟ شوفي شياكه مجدي، يعني موسيقى، دي موسيقى كبيره قوي. اه والمنديل من ايام ما كنت بشورت وانا بشوف مجدي كده. ما بيعجزش مجدي. هنشتغل مزيكا ولا هنق؟ لا 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 لا. يبقى قول لي المنديل منين بس؟ الحاجات الغريبه. لا كنت بعيط فيه بس. اظن بياخد فتره على الديسك. جاهز يا استاذ مجدي؟ اه هنقول الاول السرعه السريعه. اسمعوا الاغاني بسرعه سريعه. لا احنا دلوقتي طالبين الاغنيه اللي هي معروفه بس بشكل اوركستر او تغيير ملامحها. نسمع اغاني وبعد اذنك نشرحها كمان للمشاهدين والجمهور ان هي الاغنيه بتاعتنا معروفه قوي، بس استاذ مجدي الحسيني بيضيف بيضيف عليها شكل بيخص فيها الات اوركسترا او بتبقى شبه سمفوني. نسمع الاغنيه الاغنيه كانت حلوه وكل حاجه. استاذ مجدي دمرها. اتفضل استاذ مجدي. اغنيه عربي بس انتوا هتسمعوها افرانك. هي اغنيه عربي؟ اغنيه معروفه احنا هنسمعها افرانك. والله افرانك عربي. Thank you.
زمن الكلام يا مجدي. دي حاجه فريد الاطرش اكيد، حاجه دي فيها حاجه فريد الاطرش، بس ده طبعا ده تشويه كامل ومتعمد يعني. لا ده هي مش كده كمان، هي السرعه مختلفه، سرعه مختلفه، سرعه مختلفه طبعا. هي دي الكارثه بصراحه. لا بس ما تقولهاش، ما تقولهاش انت يعني، لان اكيد هتبقى عارفها يعني. انت قلبك حاسس ان انا عارفها يعني؟ انا متخيله، انا عارفها الحمد لله. لا مش عايز اقولها، بس لا انا مش عايز اقولها اني عارفها. طبعا انا مش عايز اقولها عشان استحاله. طب هاني طبعا استحاله يعني. طب استاذ مجدي يا ريت نسمعها وهي على اصلها. خليها بنفس السرعه يا مجدي، نفس الطريقه دي برضو بس نفس السرعه. طب على اصلها تبقى فين في الصوره يا مجدي؟ عشان انتوا ما عرفتوهاش. لا يا سلام، هو اللي ما عزفهاش. هو اللي ما عزفهاش، هو عازفها لنفسه يا بابا. عازفها لنفسه يا بابا، هو عازفها لنفسه يا بابا مش كده؟ بالسرعه بتاعتها الاساسيه. طب معلش اسهل شويه يا استاذ. بس اسهل ايه؟ اسهل ومش اسهل، اسهل ايه؟ هي في حاجه انت عارفاها صعبه. لا والله مش كاتباها، انا ما كنتش عارفها. انا قلت سلامتك والله عارفها. ما كنت عارفها. بس الاولانيه اللي ممكن تكون طوبه. ممكن تكون طوبه ابدا يعني. الاولانيه دي هو بيتعمد ان قال يعني احنا اغبياء بقى. اه والاخت قالت كده والله ما اسالها عم ونسال هاني بلاش. قال يعني احنا هاني اللي هو بص هاني اللي عرفها. انا قلت لها طب اسالي هاني. طب خلاص استاذ مدحت، استاذ مدحت بعد اذنك ممكن نسمعها تاني بالشكل الاولاني ونشوف فعلا هي دي طوبه ولا لا. نسمعها تاني يا استاذ مدحت. احنا على طول تجيب نص ساعه ونص. انتوا قاعدين على طول يا عيني. مدى التشويه. لا سمعنا حاجه ثانيه يا مجد. لا هي دي نسمعها توبه برضه عشان اصل عشان نشوف هي نفس النوع ده حاجه ثانيه بس. هي صعبة بس. هي صعبة. طيب ناخد مثلا أغنية بس بالسرعة السريعة. جداد أوي يعني؟ ها؟ أغنية بالجداد؟ أي أغنية هتبقى تيجي على بالك على أساس إن معلش الأغاني الجديدة أنا ما بعرفهمش من بعض الله يكرمك. طب خلينا في الأغاني أساسا معروف القديمة لشادية يعني اللي هي بتتسمع دي هتبقى بالسرعة السريعة. هنعملها بالسرعة السريعة وعليكم ان كنتوا تعرفوها. هو برضو عشان تاني برضو ما هو في مسابقات يا استاذ محمود يعني لينا ومسابقات موسيقيه ومسابقات يعني لما نعرف دي اخرتها ايه يعني اخرتها ايه بنختبر انت بنختبرك بشكرك حته جاتو شكرا. اذا كان على الجاتو في جاتو في جاتو كده انا اعرف اذا كان على الجاتو في جاتو في جاتو لا في جاتو بجد والله في جاتو لو في عاوز جاتو في جاتو. طب ادوني جاتو انا بقول لك وانا اقوم اجيبها من الاوضه. ما بياكلش جاتو بيقول يعني جاتو يا رمز رمز. لا لا في جاتو حاجه كده في رمز 10 بجد والله. والبرنامج يقول لك خد الظرف ده احنا لحد دلوقتي ما فيش حاطين لي بتاع بنت. لا دي هتبقى كمان في اسئله كمان من الجمهور هناخدها بعدين. دي اسئله الجمهور على خلاص برضو عشان الجمهور والمشاهدين برضو يبقوا معانا. احنا بنقدم اغنيه بالسرعه السريعه واغنيه اخرى بالسرعه البطيئه وبنتعرف ان الاغنيه دي ايه. ربنا يوفقكم. اتفضل يا استاذ محمود. بتحاولوا تقدموا اغنيه بالسرعه السريعه. ربنا يسترها في الموضوع يا محمود. ربنا يوفقكم. والله ما اعرف والله. ترجمة
دي السرعة البطيئة. كلنا لا دي السرعة السريعة. دي السرعة السريعة. دي البطيئة. الحمد لله. السريعة بقى. دي كانت السرعة الهواء النوى. عرفتها يا أستاذ محمود؟ مش واخد بالي أنت كنت بتقول. هي لسه هتبدأ. ما هي دي كانت بتقول لك الفقرات. أخت أنوشكا عارفة كل الأغاني. عرفتها. أنا والله مش كاتبة أغاني علشان بس تبقوا عارفين. أنا مش كاتبة ومش عارفة يعني فاهمة حيوم. هي أنا حاسس إنكم متوترين. توترينا معاك توترينا يا ايه؟ من فضلك يا مجدي عرفنا على الاغنيه. اغنيه ايه؟ السرعه الرياضيه مش باينه. السرعه ايه؟ سهلة بقى الساحة ده حمود سهلة كده تسهلت بالسرعة العادية انت متوقع يعني يا وائل ان السرعة الأولانية دي ممكن تفسر انت النوت اللي اتقالت دي طبعا لا يمكن استحالة يا مجدي حرام عليك يا معروف يعني الملامة دايما طبعا لكن السرعة الأولانية دي صعبة جدا سرعة وسط عشان نكسب الجدول ده الناس ياخد بسط اه شاور تسهل الناس على حاجة على العالم ما اعرفش حتى الملاحقين يوترك دي يا ربي هتقول عادي يا ابني قول عادي برنامج وفي ناس عندها خلفيات موسيقية وناس عندها القلب وناس طب لو قلنا قول يا طب ايه رأيك يا محمود